اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده من برنامجكم نور شو للموسم الثاني. في كثير من الشخصيات اللي حابه تفتح استثمارات في اوروبا. نحن اليوم بدنا نحكي عن الناس اللي عم تستثمر في فيينا او بالاحرى في النمسا. في ناس استثمرت ونجحت لاني عملت واسست بشكل صحيح مشاريعها. وفي ناس مع الاسف فشلت لانها لم تكن قد اسست بشكل صحيح. كل مشروع لازم ينعمل له خطه مدروسه بحيث انه ينجح، لاني اكيد الفلوس اللي عم تحطها في هيك مشاريع مالك حابب تكبها، لازم حابب تكون انه تستفيد منها. ضيف اليوم مستشار اقتصادي. رح نستفيد منه بكتير معلومات مهمه لا تروحوا لبعيد، راجعين بعد الفاصل. ورجعنا لكم اصدقائي جديد. ضيف اليوم مستشار اقتصادي. الاستاذ فراس سعد الدين. اللي بينفذ المشاريع الخاصة للعرب في وكالة الاقتصاد في فيينا. مرحب في مع بعض. اهلا وسهلا فيك استاذ فراس في, في برنامج نور شو آه الموسم الثاني. أهلا أهلا بيسرني كثير تكون معكم اليوم شكرا. شكرا أهلا على زمان زمان. استاذ اهلا وسهلا فيك. استاذ فراس في سعد الدين. تحكي لنا شوي عن حياتك الخاصة شخصيتك اكيد انا كبرت بالنمسا ودرست اداره اعمال هون بفيينا وتخرجت ك بي اي بديت اشتغل لشركه الكاتيل وقتها بسنه 98 ومن سنه 2000 انا كنت بمركز الكاتيل بباريس لمده خمس سنين بعدها انتقلت على الصين على شانغهاي نص بعد على كاليفورنيا سان دييغو اربع سنين وبعد على كوالالومبر ماليزيا ثلاث سنين ورجعت على النمسا 2012 آه وتركت تماما 12 <applause> سنه برا آه من ال 16 سنه اللي اشتغلتهم لالكاتيل آه 12 سنه كنت آه كنت برات النمسا <applause> آه 2012 رجعت على فيينا وانا تركت الكاتيل بالسنه 2014 بس المهم كان انه جمعت خبره واسعه بهالوقت ومن ضمن البرودكت مانجمنت، ماركتينغ، سيلز، فاينانس، اتش ار وكمان قدرت ابني شبكه عالميه ما شاء الله معارف من ضمن السكن العالمي اللي كان بهال 12 سنه برا بسان دييغو انا كنت مسؤول على شركه اللي هي تابعه لالكاتيل لأ أه وبتساوي مبيعات بحدود 12 مليون دولار أه سنويا أه قبل ما انتقل على سان دييغو أه قدرت يعني اشتغلت مع مجلس اداره أه الكاتيل أه بباريس أه بشراء هذه الشركه وبعد ما اشتريناها أه انا استلمت الاداره وانتقلت أه على سان دييغو وبسان دييغو أه قدرنا أه نكبر المبيعات أه بهالاربع سنين آه بثلاث أضعاف آه لما رجعت على النمسا أنا 2012 وبدأت آه أنا بمشاريعي الخاصة آه يعني آه قبل ما لسه أترك الكاتيل أنا بدأت بمشاريعي الخاصة آه واليوم الحمد لله فعل بأربع مجالات آه ومنهم كمان آه شركتي الاستشارات الإدارية اللي آه هي اسمها آجا جروب التي اللي أسستها مع شريكي دكتور جيرالد هولاوس بسنة 2016 ومن وقتها أنا شخصيا مسؤول عن تنفيذ البرامج العربية المجانية لوكالة الاقتصاد في فيينا من ضمن أو من وراء نجاح بمناقصات اها انت اخذت مناقصه في وكاله الاقتصاد تمام التابعه لفيينا تمام 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 وربحت انت هي هي آه... آه... 2018 يعني السنه الماضيه آه، شريكي وانا قدرنا ننجح اربع من اربع آه، اربع من ثمان مناقصات آه لوكاله الاقتصاد وهدول بمجالات آه جديده يعني آه من بدايه هالسنه رح نبدا بشيء مثلا اسمه اكسبانسيونز وركشوب اكسبانسيونز كوتشنج يعني اللي بده يكبر مشروعه ان كان ضمن البلد برات البلد او من كان مثلا تكبير المشروع من ضمن المنتجات عوض ما يكون خمس منتجات يكون عشرين مم. في توجيه ومساعده لهذا الموضوع كمان كاجا جروب شوي احكي عن عن شركتنا أه نجحنا بعدة منافسات لخطات أه عمل أه مثلا الميركور يعني الجيشيفتس بلان بيزنس بلان مثلا الميركور انوفيشن اوورد نحن من ضمن أه لجنة التحكيم ل اي تو بي ايديا تو بزنس ايديا تو هي اكبر مسابقه لخطه عمل أه باللمسه خطة عمل بالنمسا ونحن كمان عضو بدائرة العمل استشارات المبيعات اللي بالألماني نحن بنسميها فتريبس بيراتونغ آه ضمن القسم الاستشارات الإدارية بغرفة التجارة هي مشان أحكي شوي على آجا آه آه جروب ب 2017 آه أنا طلعت دراسة وكتبت دراسة آه على وضع المواطنين الجداد بالذات بمجال العمل الخاص وطرحت عده اجراءات للتحسين للوضع اللي كان وقته وانا قدرت اكتب هالدراسه من من خبرتي لان كنت انا بديت بالبرنامج العربي للوكاله الوكاله الاقتصاد سنه وهالخبره استفدت منه وحطيتها على ورقه بنقط اللي فينا نحسن فيها لنساعد المواطنين بتاسيس شغل الخاص سو نقطه مهمه وقتها انعزمت من الاس بي اللي هو الرابطه الاقتصاديه الاجتماعيه الديمقراطيه في فيينا هي حزب من من الاحزاب بغرفه التجاره <applause> انعزمت آه آه من وراء هذه الدراسة اللي كتبتها <applause> آه لأسس اسس آه آه الـ 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 الشغل بالذات للاشخاص الاصحاب آه العمل العربيه <applause> اللي, حابين <يفتح> <applause> اللي حابين يفتحوا مشاريع جديدة اللي حابين يفتحوا مشاريع جديدة تمام أم فانا كثير فخور ب أه وقدرت كمان ابني فريق حوالي من ضمن الاس وانا كثير فخور بهذا الفريق بالذات بعد ما أه درنا ناسس عده نشاطات ونجحنا فيهم أه من أه الشهر الماضي وهي نقطه كمان أه كثير مهمه انا صرت عضو ب مجلس الاداري لقسم المختص في التجاره المواد الغذائيه ضمن غرفه التجاره. اوكي؟ okay. okay. يعني نحن عندنا كثير اشخاص اصحاب اعمال خاصه ضمن يعني مثل سوبر ماركت. Okay. سوبر ماركت صغير فانا هلا من من هلا صفتت بمجلس الاداره. للتجارة بالمواد الغذائية، مم. سو هاي نقطة مهمة فينا نساعد كمان فيها. إساس في راس، بنلاحظ في الآونة الأخيرة إنه في سلبية مقصودة تستهدف المهاجرين وخصوصا اللاجئين، سواء في الإعلام أو في توجهات حكومة الحكومة اليمين المتطرف الحالية الآن. كيف برأيك ممكن نتعامل مع كلاجئين في النمسا؟ وهل هي ضد تاسيس اعمال خاصه؟ تمام رح جاوب على هذا السؤال على مستويين في المستوى الاجتماعي أه على المستوى الاجتماعي فينا نقول انه أه هدفنا لازم يكون انه نسمع صوتنا ويوصل راينا مم ونستغل أه المؤسسات اللي موجوده تمام مثل الان جي اوز اللي موجوده اللي كثير فعاله اه او نحن ناسس آه هاد كمجتمع نسبة وجود آه في 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 في, طبعًا في مثلاً يعني ان كان مثلا ال يعني الواحد يطلع على الشارع ويسمع صوته يعني من ضمن مظاهرات او آه على مستوى شخصي آه برايي الهدف آه لازم يكون الاستقلال المالي يعني الاستقلال استقلال من الدعم المالي من الدوله تأمين الحكومه تمام التأمين تمام الحد الادنى للمعيشه لان اذا نجحنا بهالنقطه آه ان كان عن طريق آه توظيف -hmm. او ان كان عن طريق شغل خاص آه آه نحن عم نثبت بهالطريقه انه آه انا عم بنتج للبلد، عم بفيد البلد، مهم. عم بدفع الضرائب، عم بشغل ناس آه فهذا آه انا مالي عالي طبعا. على البلد ولا لي ولا بحاجه اخذ فلوس منا لاني مؤسس مشاريع وعم بشتغل تمام آه فإذا في نقطة إيجابية بهالحكومة الحالية فينا نقول إنه هن بشكل عام آه لتوجيه للمساعده للقطاع الخاص بشكل عام. هذا موجود. أه فمشان هيك فيني جاوب السؤال انه لا بالعكس أه هو عم بيدعموا أه تاسيس الشغل الخاص بشكل عام. ممتاز. طيب أه استاذ فراس في فيينا هي المض... أه افضل مدينه للعيش في العالم للمره الثامنه أه على التوالي. ما هو السبب من وجهة نظرك الاقتصادية أو التجارية؟ حلو كتير خلونا نتذكر أنه فيينا بوسط أوروبا بين الغرب وبين الشرق وحكومة فيينا نجحت بنقطة كتير مهمة الحالية القديمه الحكومة فيينا حكومة فيينا اللي انتخبت بسنتين 2015 أوكي. اللي هي آه زبطت الامور آه واثبتت نقط ايجابيه كثير وخلت آه فيينا تكون آه آه بلد كثير مهمه للتأسيس الشغل الخاص بشكل عام ان كانت شركه كبيره من <applause> برا اللي عم تستثمر هلا من جديد آه بفيينا او ان كانت لمشاريع صغيره وشركات صغيره ب ب ضمن فيينا okay. فهاد نقطه مهمه اضافيا حابب اقول انه وكاله الاقتصاد بفيينا إلى دور مهم بهذا السؤال okay. ليش هي الوكاله الوحيده اللي انا بعرفها اللي تابعه بلدية اللي بتعرض برامج ب 17 لغه <applause> سو هاد شو معناته؟ معناته انه انا عم بوجه حالي اه للمهاجرين بالذات وعم ساعدهم تماما فبهالطريقه اه انا عم ساعد حالي كبلديه وكبلد انه الليبنس كواليتيت اه يعني كمان من ناحيه الاقتصاد اه طالما في استثمار وكل ما عم بتطور الامور الاقتصاديه اه طالما هذا موجود معناتها هذا ضمن نقط اللي بتخلينا كبلد ننجح كفيينا لان شغل وكاله الاقتصاد له دور بهذا بهي النتيجه خلال فترات السفرات اللي سافرتها خلال حياتك قبل ما تثبت فيينا اي مدينه شفتها خرج انه تكون مثل فيينا تكون فعلا افضل مدينه للعيش من ناحيه افضل للعيش للعيش هي بسيطه مواصلات رخيصه تمام فيينا آه معروفه لل تمام لـ لـ جوده الحياه <applause> آه هي هي اللي فيينا معروفه فيها هلا الي شخصيا لان بفتكر هذا بيفرق من شخص كثيروس. لشخص من شخص لشخص آه انا ك انا حبيت كثير سان دييغو بكاليفورنيا لان طقسها رائع مم. والحياه رائعه وبشكل عام كمان الحياه قبل الحياه الزوجيه العائليه مم. بباريس كمان كانت حلوه هذول يعني مدينتين بيستاهلوا يكونوا كمان افضل مدينه اكيد اوكي <applause> 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 طيب استاذ فراس شو قدمت لاصحاب الاعمال من اللاجئين؟ بسنه الـ 2016 بدينا بتنفيذ البرامج العربيه لوكاله الاقتصاد اللي هي شغلتين اللي بدوا <applause> اولا الجروندونكس ورك ورشات العمل للتاسيس شغل الخاص اللي هي ثلاث ساعات بهالثلاث ساعات بنغطي نظام الضرائب نظام التامين الاجتماعي الصحي نظام الترخيص كمان انواع الشركات طب بتشوف ان ثلاث ساعات بتكفي لهالشغلات؟ ايه فينا نغطي كل الامور المهمه وفي كمان وقت كافي لاسئله واجوبه كمان بالعاده يعني الحمد لله اللي بيكونوا داخلين بورشه العمل بيطلعوا آه مع ملف كمان آه اللي مكتوب بالالماني وعربي آه بكل المعلومات وبيستفيدوا كثير اعتقد <applause> كبير حتى يشتغل هالشغل بسرعه يعني آه هلا آه ورشه عمل بيكون بكون انا آه المحاضر ونكون بين ال 15 ل 20 25 30 هلا وبالعاده يعني ضمن هالثلاث ساعات آه آه انا طريقتي كثير سهله بعزم الاشخاص اي سؤال شايفينه ومو فورا انه ينطرح الهدف هو انه عم ما ما أس... نركز على المواد ونخلص من المواد عم نركز على الفهم <applause> وانه اللي عم يعني بيكون بورشه العمل ساعات يفهم بده يفهم ما بده مثلا يعني يقعد وبس يقول لك اه تمام. ما فهمت ففي من البدايه للاخير ضمن هالثلاث ساعات دائما أسئلة, سؤال أسئلة, اسئله بجرد اسئله بجرد اسئله اسئله شوي تمام, نعم سو هاد الورك شوب وبدينا بنفس الوقت كمان uh, بالتوجيه الخاص شو هو التوجيه الخاص اللي نحن بنسميه بالالماني جروندونغس كوتشنج لمده اربع ساعات هي دائما، هاد بيكون على مستوى شخصي وبنحكي على مشروع صاحب المشروع يعني بس بمشروع لصاحب المشروع اللي بيصير هو بيجي بيكون لحاله طمع. مش جروب تمام 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 سو هاد الفائده اكيد كثير عاليه لان عم نحكي بس بين بيني وبين صاحب المشروع مباشر, مباشر. آه وبالنقط اللي بتهم المشروع نفس المشروع آه وبتهم آه آه الشخص مهم. فالفائده كبيره بالذات بتكون فائده كبيره تمام وبعدين بدينا 2017 آه بتنفيذ الورشات العمل الحرفيه وبدينا وقتها بي آه هدول بيكون 30 ساعه من ضمن هن كمان الثلاث ساعات ورشات ورشه تاسيس ورشه العمل للتاسيس يعني الثلاث ساعات <applause> الجروندونكس ورك من ضمنها 30 ساعه وال27 ساعه من ال30 ساعه فعلا مركزه على الحرفه اها <applause> <applause> شو الحرف اللي والقوانين الحرف شو بنغطي كحرفه او كترخيص نوع نوع شغل المطاعم <applause> مطاعم آه حلو خباز حلو خباز آه النجاره نجاره من جديد هلا بدينا الحلقة و والسلسله الجايه آه ان شاء الله اللي حتكون بشهر ثلاثه اربعه السنه الجايه ان شاء الله رح آه تكون رح نضيف كمان آه الخياطه خياطه تمام تمام هدول آه الشغلات المهمه انا ضمن هال ثلاث سنين اللي صلي عم بنفذ البرامج وورشات العمل والكوتشنج وهيك كان لي الشرف بشغل اكثر من ألف شخص بهالثلاث سنين والشغله الحلوه هي واللي ببسطني كثير اكيد انه تاسست عده شركات ناجحه من وقتها وحاليا في عده شركات عم بتحضر للتاسيس تماما فهذول هي شغله كثير ايجابيه حلوه استاذ فراس شو بتخبرنا عن وكاله الاقتصاد ولاي جهه تتبع؟ وكاله اقتصاد بتمكن حكومه فيينا بالتوجيه للاقتصاد في فيينا يعني لل تنشيط كمان في الاقتصاد بالاقتصاد بفيينا غير مجال الستارت يعني هو تاسيس الشغل الخاص والمساعده بمجال الستارت اب بتاسيس الشغل الخاص في مجال التسهيلات اللي هي بالالماني بنسميها فردرونغن <applause> <applause> الوكاله الاقتصاد بتعطي تقريبا 40 مليون اورو سنويا كمساعده يعني تسهيله مادية وأيضا عندها عدة غير برامج يعني في البرامج باللغة الأم اللي هي 17 لغة بالتأسيس في بالألماني في مجال التسهيلات اللي حكينا فيه وفي أكثر بكثير عروض ورشات عمل آآ آآ بال بالألماني آه بعدة مجالات يعني عروض الوكالات الاقتصاد كثير آه واسعة وكثير آه بتساعد آه أي شخص اللي بده آه آه يشتغل ضمن مو بس يأسس بالبداية بس كمان اللي بده يطور حاله وبده معلومات جديدة آه يعني بعد التأسيس كمان آه آه يعني هي شو ممكن تقدم لنا وكالة الاقتصاد في تأسيس شركة جديدة في تأسيس شركة جديدة النقطة المهمة هي المجال الستارت اب يعني اللي حكينا فيه هو ورشات العمل للتأسيس اللي هي ثلاث ساعات والكوتشنج يعني هدول الشغلات تدريبي بتفهمك شو تعمل هذا تمام والكوتشنج يعني ورشات العمل تمام يعني تدريبي يعني ان كانت ورشات عمل أو ان كان شخصي كتوجيه كوتشنج. ضمن الكوتشنج أربع ساعات مم. مثل ما قلنا هذا مجانا وغير أي ارتباط مم. طيب شو هي أهمية حصولي على استشارة قبل تأسيس العمل؟ هي أهمية كثير كثير كبيرة ليش؟ نسبة النجاح أكبر بكثير إذا أنا أسست شركتي على أساس صحيح مم. وهالنسبه يعني نحن من كصاحب شغل خاص او صاحب مشروع انا بدي طلع نسبه النجاح أه للماكسيموم تماما لكون متاكد انه انا ما ضيع تعبي واستثماري فلازم اسس فلازم اسس شح صح فكيف بقدر اسس صح أه اولا لازم افهم القوانين تماما. اللي لازم تطبع بدي افهم ال الضرائب وكيف تطبق الضرائب على الشغل الخاص مم. لازم افهم شو هي شو معناتها مسؤوليه كصاحب شغل خاص مم. شو مسؤوليتي شو لازم انتبه عليه شو الشغلات اللي انا ملتزم فيها بالنسبه للماليه بالنسبه للبلديه يعني هدول شغلات آه كثير مهمة ولازم نفهمها وفي شغلات كمان بالنسبة للتأمين الاجتماعي الصحي اللي بي بيأثر علينا بثالث سنة بثالث سنة بس بدي كون حاطط مصاري على جنب مشان يكون عندي كاش كافي لما اوصل لثالث سنة لأقدر اتحكم بالوضع آه أكترية الشركات إن كانت من مهاجرين أو أو من نمساوية بتأفلس بثالث سنة طيب استاذ فراس رح نحكي بعد الفاصل عن غرفة التجارة النمساوية تمام اوكي تمام اصدقائي لا تروحوا لبعيد راجعين بعد الفاصل وكاله الاقتصاد في فيينا عروض عديده لتاسيس العمل الخاص. هذه العروض غير ملزمه ومجانيه وتقدم ب عشر لغه مختلفه ومنها العربيه. هدف وكاله الاقتصاد التابعه لبلديه فيينا التوجيه وايضا التنشيط الاقتصادي فيينا. شاهد بعض من اراء الاشخاص الذين استفادوا من هذه العروض. الله يسعد اوقاتكم جميعا انا كنت مع الاستاذ بهي الجلسه كثير حلوه استفدت منها انا حبيت اني ابعث اكثر من خمس سنين فضلت اني انا افتح عمل اخر فتحت فكره مشروع وقلت بدي افتح هذا المشروع وكون يكون عمل لي يستمر بهيك مشروع بده ياخذ المعلومات الصح من المصدر الصح المصدر الصح هون بدك تاخذي من معلومات من الاخصائيين مو معلومات من صديقي وفلان قال لي هيك وفلان عمل هيك مالها هي, ما هي, هي. بسط كثير حلو مشان التشجيع منه تشجيع الاقتصاد ومنه تشجيع العمل يعني, ال... يعني لكل واحد كيف يشتغل بمجال الستارت اب الي شرف كوني مسؤول عن تنفيذ كل برامج بالعربي من ثلاث سنين كخبير بمجال اداره, إدارة الاعمال انا قدرت اقنع وكاله الاقتصاد من ضمن مراقصات بقدرتي لتنفيذ هذه البرامج والنتائج مبهرة وبتحكي عن حالي كنت انا تاجر سيارات سوريا وحاله كنت اعمل هون مشروع لكن لقيت صعوبات يعني ما عم بعرف يعني كيف بدي بلش وكيف بدي اشتغل فرضا مشروعي الدوله بتدعم مثل قرض غير مرتجع هذا هذا شغله كثير حلوه وانا انا بعرف كثير ناس استفادوا من هذا من هذا القرض يعني مو قرض وما هو اسمه قرض غير مرتجع يعني او هبه وجود راس المال ما هو العقبه، العقبه هي الفكره وتنفيذ الفكره الصح وكانت الاقتصاد بتساعد بعده مجالات بس بتركز على مجال الستارت اب يعني المساعده بالتاسيس للشغل الخاص والمجال الدعم المالي فردا بالمجال وبدون اي ارتباط ما كان عندي حدا اني اقدر استشيره، ما كان عندي حدا اني اقدر أن حدا يوجهني خلال سنه واحده سنه كامله وقعت باخطاء كثير كبيره تكلفت ماديا كمان للاسف الشديد عرفنا كيف بدنا ناسس، كيف بدنا نشتغل، شو الي شو علي استفدت وبالتالي انا اكيد اكيد بدي اخبر غيري انه بتختلف الميكانيزم تبع العمل هون عن بيئتنا بشكل عام مو سهل لاي انسان يعرف كل هالقصص لحاله المفروض يكون في كوتشنج والكوتشنج ما شاء الله يعني كفى ووفى يعني انا كنت بعرف انه الكوتشنج هون انه ما بيكلف شيء ابدا عروض وكالة الاقتصاد بالعماني واسعة كثير، بالعربي في ثلاث برامج، أول برنامج ورشات العمل للتأسيس شغل خاص هاي ثلاث ساعات. ثاني برنامج ورشات العمل الحرفية 30 ساعة بمجال المطاعم، أحلاقة، نجارة والمخابز والحلويات وثالثا الكوتشنج التوجيه الخاص اربع ساعات انا من اول شهرين حطيت ببالي انه انا يكون عندي هدف يكون عندي شغل وان شاء الله بنصل بدي مطبخ انتاجي للطبخ السوري يعني عرف هون يعني اهلنا بالنمسا هون انه عن عن الطبخ السوري هذا المجتمع لازم نشتغل معه صح نفهم اذا ما فهمنا اللي كان تبع العمل محرك بالمشروع الجديد وبالاستشارات الجديده خطوتي عم بتكون مدروسه اكثر سواء من ناحيه الدوله سواء من ناحيه الاستشاره سواء من ناحيه المصاري المجتمع الجديد عنده صعوبات بالدخول لسوق العمل فيتوجه لمشاريع الخاصه المشروع الخاص لازم يوقف على قاعده صحيحه من البدايه لذلك ارجو استخدام عروض وكاله الاقتصاد المتميزه لنهوض بمشاريعكم. انا فراس سعد الدين وبيسعدني التواصل معكم. رجعنا لكم اصدقائي من جديد نرحب مره ثانيه بالاستاذ فراس سعد الدين اهلا وسهلا فيك استاذ فراس في أهلين. أساس استاذ فراس بدنا نسالك كمان لو سمحت عن غرفه التجاره، شو هي غرفه التجاره النمساوية لكن باختصار؟ تمام. آه في نقطة كثير مهمة هي غرفة التجارة بتمثل اهتماماتك كصاحب شغل خاص. <applause> آه يعني آه أنت بتصير متى ما أنت أسست آه شغل خاص بالنمسا آه بتطلع رخصة آه ومن ضمن الرخصة أنت بتصير عضو بغرفة آه التجارة، وهذا شيء إلزامي يعني مو, مو شيء أنت فيك تختار أو ما تختاره. بمجرد ما تفتح شركة خاصة بتصير أنت بتصير أنت عضو, عضو آه وبتدفع عضوية سنوية آه حسب المجال آه آه بس هي دفعة بسيطة فينا نقول آه بس الخدمات كمان موجودة كثير الخدمات آه بتقدمها الغرفه التجاره <applause> أه بس بشكل أه عام لسا حابب ركز على على نقطه مهمه أه لان أه الغرفة التجاره لها دور بشيء اسمه سوسيال أه بارتنرشافت <applause> أه يعني غرفه التجاره جزء من السوسيال بارتنرشافت فشو هي السوسيال بارتنرشافت؟ السوسيال بارتنرشافت هي أه لما الحكومة بدها طلع قانون جديد وبيخص الموظف وبخص بنفس الوقت صاحب الشغل فلما بيخص القانون الاثنين الحكومة قبل ما تطلع القانون بتتوجه للزوتيال على اللي هي غرفة التجارة و اللي بتمثل الاهتمامات تبع اصحاب الشغل الخاص والثانيه هي غرفه العمل اللي بتمثل اهتمامات الموظفين والشغالين ممتاز فالسوشيال بارتنرشافت بالعاده بتعطي للحكومه التوجيه للقانون اللي بده يطلع على اساس هاد يعني اهميه كبيره للسوشيال بارتنرشيب بالعاده م -م. للاسف للاسف هالحكومه الـ الـ ما بتشتغل بهالطريقة يعني ما بتعطي أهمية للسوشيال بارتنرشا تمام مثلا طلعت قانون الشغل تبع 12 ساعة باليوم بدون وهذا أخذوا القرار وطلعوا هذا القانون بدون ما يشتغلوا عن طريق السوشيال بارتشر دور السوشيال اوكي آه، وهي شغله يعني للاسف آه، اكيد ما كانت نفس النتيجه ان كان مشت من طريقه آه. طبعا الناس قالت كلمتها يعني وطلعت مظاهرات ضد هالشيء تمام 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 طيب استاذ شو اهميه كوني كصاحب اعمال عضو في هالغرفه التجاره هاي هلا انا كعضو فيني استعمل المساعدات الخدمات المطروحه اللي موجوده عند غرفه التجاره الخدمه الاساسيه هي اللي عندهم الجروندر سيرفيس يعني لما انا بدي اسس شركه بروح على الجروندر سيرفيس لغرفه التجاره وهن بيأسسوا لي شركة بعدين في اللي شغل مع البلدية كمان بس أول خطوة دائما تمام آه هن كمان بيساعدوا آه باستشارات آه قانونية آه من آه محامية يعني عندهم محامين وإذا في أسئلة آه مثلا بحقوق التوظيف وفي خلاف رؤية مثلا آه هن بيساعدوا آه يعني في قسم آه مختص بس بال, بال قوانين وعندهم محامين آه بوجهه في قسم مثلا آه مختص بالترخيص المعمل او لمطعم مثلا المطبخ آه المعمل بده ترخيص اسمه بتريبس انلاغنيمغ آه في قسم ضمن غرفه التجاره بيساعد باحصال على ترخيص المعمل او لمطعم مثلا المطبخ ممتاز طيب استاذ في غرفه التجاره نفسها النمساويه انه سمعنا انه فيها برلمان تجاري مزبوط. شو عمله متى ما انا صرت عضو بالغرفه التجاره آآ انا آآ صار عندي صوت صوت للتصويت وهذا كصاحب آآ شغل خاص عندي هالصوت ان كان جنسيتي نمساوية أو أي غير جنسية بس أنا كصاحب شغل خاص وكعضو بالغرفة التجارة إلي صوت صوت, لشو. صوت. إلي, صوت. إلي حق صوت بالانتخابات لا للبرلمان ولا للقسمات اللي هي ضمن غرفة التجارة كل مجال له قسم ومن ضمن هذا القسم اللي عندهم شغل خاص بهذا القسم بيجوا بصوتهم مين اللي بيمثلون اوكي okay. ومن وراها كمان في البرلمان الاقتصادي اللي mm -hmm. فعنا على مستويين انتخابات اللي بيأثروا على مستويين مستوى فخ جروب اللي هو القسم mm -hmm. وعنا على مستوى الفيرتشافت بارلمنت اللي هو البرلمان الاقتصادي والاثنين لهم دور بقوانين او بنقط مهمه تمام <applause> آه بالشغل آه الخاص <applause> آه بي بالقسم اللي بيخص القسم او اذا بشكل عام آه معناتها هي بتكون بالبرلمان اذا حابين مثلا يساووا شيء او يعملوا شيء فبيطرحوا هذا الشيء في البرلمان، برلمان الت آه اللي بغرفه التجاره نقصد فيه, طم فيه طم طم فممكن يستجيبوا ممكن طم لا طم يعني في يعني في اسئله تتعامل آه بالقسم بالفخ آه جروب ومن ضمن الفخ جروب اوسشوس يعني مجلس الاداره للقسم او آه اذا كانت عاميه يعني ما بتخص بس مجال واحد بتخص كل المجالات معناتها فاتت بالبرلمان هذا سؤال فات بالبرلمان وبيتعامل بالبرلمان اللي بيطلع كمان قرارات, قرارات آه آه متى ما آه بيلتقوا آه بي شوي <تصفيق> طيب،, <تصفيق> طيب استاذ فراس تحكي لنا ما هو دور رابطه الاعمال الديمقراطيه الاجتماعيه اللي هي الاس في فاو تماما هي حزب من الاحزاب بغرفه التجاره الاس في فاو حزب اللي تابع على الحزب الاحمر آه، بس هو اسمه اس بي فاو لانه هو حزب لحال لانه حزب لغرفه التجاره وللبرلمان الاقتصادي بس هو كلمة بعد اذنك اس بي فاو هو سوسيال ديمقراطيشا فيرتشافتس فيرباند سوسيال ديمقراطيشا فيرتشافتس فيرباند فمثل ما قلنا الاس بي فاو هدفه يعني هو ثاني أكبر حزب بغرفة البرلمان آخر انتخابات كانوا 2015 الانتخابات الجاية هي بسنة 2020 بشهر 2 أو شهر ثلاثة. آه كثاني أكبر حزب بغرفة التجارة آه نحنا قدرنا آه نجمع كثير يعني آه خبرة مع المهاجرين بالذات مع الأتراك وقدرنا ننظم حالنا ضمن الاتراك اللي عندهم اشغال خاصه ننظمهم ضمن الاس بي فاو ونحصل على اصوات عاليه وعلى وسيطرنا على اماكن كتير مهمه من ضمن غرفه التجاره مثلا المسؤول عن كل التجاره بغرفه التجاره هو من الاس بي وهو من الاصل تركي وهذا هو هدفنا بشغلنا مع الجروب اللي اسسناه بدايه هالسنه مع اللي هدفه بالذات الاشغال الاصحاب الخاصه للعرب ممتاز استاذ فراس بلولة الارقام حسب معلوماتك الشخصيه ما هي الاحصائيات التي لديكم عن عدد الاعمال المؤسسة من قبل العرب أو المهاجرين هذا السؤال موجه أكثر لوكالة الاقتصاد لأن هي وكالة الاقتصاد اللي عندها آه التفاصيل بالنسبة ل يعني مو موجه للاس بي فاو يعني أنا فيني أقول إنه آه من سنة الـ 2014 لسنة 2018 تماما آه أصحاب المشاريع الخاصة صاروا آه دبل يعني بين بين 2004 يعني أخذت كم سنة لنوصل لمرحلة تماما وضمن أربع سنين صاروا دبل صاروا دبل يعني تصور شو عم بيصير آه حاليا الحمد لله شيء كويس تمام اكيد اكيد <applause> شيء كويس المهم انه ما نفتح ونسكر بعد شهرين ثلاثه لان ما فهمنا كيف مع الاسف استاذ فراس في كثير مشاريع فعلا يعني فتحت وبلشت اول شيء كويس بس خسرت يعني سكرت خسرت تمام <applause> آه لشغلات يعني ممكن يعني ما كانوا حاسبين او مفكرينها مثل بلادنا نحن ممكن يعني لاقوا تنفيذات كثير لكن تمام مراقبين هون يعني ما بيحسنوا يعني مزبوط مزبوط آه نقطه آه يعني انا بفهم يعني انا بفهم المواطنين الجداد آه اللي بيقولوا انه اذا انا بدي اطلع من الميندس <applause> زيكرونغ لاحصل على جنسيه لان هي بعض الاشخاص بتهمها طبعًا هذا الموضوع طبعًا. آه بدي احصل على الجنسيه معناتها كيف بدي اوصل لهالمرحله يعني معناتها لازم استقيل من المساعدة من الدوله سو so, اذا ما عم بحصل على وظيفه معناتها بدي اسس شغل خاص تمام. Uh, لما بدي اسس شغل خاص uh, بدي انتبه على نقط مهمه وبدي افهمها قبل م -م. بدي يكون عندي دراسه سوق بدي افهم السوق وبانا مجال انا فايت شو بدي بدي, السوق بدي افهم انه انا شو عرضي شو في بعرضي هيكون شيء مميز بخليني انجح لان اذا انا عم ساوي نفس الشيء مثل مثل الثاني او مثل غيري يعني رح نسبة نسبة النجاح رح تكون المنافسة رح تكون بس على السعر ولما تكون المنافسة وهي كمان عم نشوفها بفيينا انه لما تكون المنافسة بس على السعر عم بينهد عم بينهد السوق تمام في اسواق عم تنهد من وراء منافسه بس على الاسعار لان هذا شيء غلط انا لازم نافس على الجوده طبعاً. على شيء جديد عرض جديد خدمه جديده على شيء مميز هاد بيخليني انجح هي لازم تكون في, في خطه ما يحط في خطه انه مين بيكتر اكثر اقل طبعاً. بيعطي سعر طبعاً. اقل تمام طيب استاذ من شان الاستشارات اللي بتقدموها بالعاده هي اربع ساعات صح <applause> في حال لنفترض يعني إنه أنا استنفذت الأربع ساعات وأخذتهم يعني ولازلت بحاجة إلى من الساعات <applause> هل في مقابل مادي يعني أن تاخذوه على الساعات الاستشارات <applause> الإضافية اللي أنا بعرضه على الشخص اللي عندي بالكوتشنج <applause> لأن هون عم نحكي على وكالة الاقتصاد وهذا محدود بأربع ساعات هذا عرض واللي بيحب بيقدر يستعمله الاس بي فاو ولحيد سوسيال ديمقراطية وهي بالعربي الرابطه الاقتصاديه الاجتماعيه الديمقراطيه في فيينا <applause> الاس بيعرض استشارات مجانيه كمان بدون ارتباط للاشخاص اللي بيلزمون <applause> <applause> سو أنا بعرض على صاحب المشروع انه يتوجه للاس بي فاو ويستخدم الاستشارات المجانيه اللي بتكون تقريبا مرتين بالشهر باوقات معينه اللي نحن رح نعلنهم لسه بس من بدايه هالسنه ان شاء الله خطوة مميزة وموفقة إن شاء الله. تسلم شكراً. آه أستاذ آه أستاذ, آه أستاذ فراس الضرايب آه في النمسا نسمع انه هي اعلى النسب على مستوى اوروبا والعالم ما صحة هذا الكلام هلا أه من وجهه نظر أه صاحب شغل خاص أه للاسف هذا مزبوط أه هيك معناتها الدولة ما عم تساعد على الاستثمار هيك بتساعد تمام مثلا نقول بالعاميه نطفش المستثمرين يعني بالذات أه بشكل عام ضريبه نقول ضريبه أه الدخل وضريبة الجي ام بي ها الجي ام بي ها هي شركة محدودة المسؤولية في إلى ضريبة لحالة اسمها كابا شافت كست و وضريبة تانية اسمها كست كابيتال اتراك الاثنين يعني هدول الضرائب على مستوى فينا نقول اوكي عالي بس مو انه نحن اعلى شيء وين نحن اعلى شيء بالضرائب بالتوظيف باللون نيبن كوستن يعني انا التكاليف اللي عندي للدوله مه. للموظف اللي عندي هدول التكاليف اللي هي أعلي جدا. تقريبا نمسا اعلى شيء شي باوروبا مه. يعني هذا ما بيشجع على للتوظيف بس آآ كان في خطط خطه من الحكومه القديمه بالنمسا من من قبل انه يحلوا هالنقطه كمان انه يزبطوا ويضبطوا هلا في مساعدات طلعت من وقتها طلعت من منا كمان من ضمن الاي ام اس يعني من مكتب العمل فالحكومه الجديده هلا انا ما فيني اقول لك انه كيف عم بيشتغلوا بها بي بهالنقطه بس أكيد هاي نقطة مهمة ولازم تتحسن أستاذ فراس شو تخبرنا عن النشاطات والخدمات القادمة في 2019 في نشاط كتير حلو يعني بالنسبة للوكالة الاقتصاد برامجنا نجنا رح تكمل يعني من ورشات العمل للتاسيس تبع ثلاث ساعات للكوتشنج تبع الاربع ساعات للورشات الحرفيه تبع 30 ساعه هدول كلهم رح رح يكملوا ورح نعلن عليها اكيد سو في ورشه عمل للتاسيس ثلاث ساعات ب 21/2 في سلسله ورشات الحرفيه اللي رح تبدا بشهر ثلاثه ان شاء الله فكله هذا عن طريق نعلنه تمام ومن عن طريق صفحتي كمان <applause> واللي بتعامل معنا بالنشر بالنسبه لل بالنسبه للـ في نشاط كتير حلو مخططين له ما فيني اقول كل شيء بالتفاصيل بس نحن بدينا ب بإيفنت ب 24/10 حكينا عن وعزمنا خبيره بكيف بكتب خطه عمل هي 2018 هي كانت ب 2018 شهر 10 24 10 وكان عندنا اكثر من 100 شخص والناس كثير انبسطت لان استفادوا من معلومات اللي قدرنا نعرضها ضمن هذا الايفنت فرح يكون في ايفنتات بنفس التكوين آه قريبا آه عده مرات بالسنه 2019 كله لهدف آه مساعده ال آه ال بالذات المواطنين الجداد آه لتاسيس الشغل الخاص ممتاز, ورجال ممتاز. ممتاز. آه اخر سؤال بس مهم كمان آه لحضيف لحيدو آه من الازمه فو رح نبدا الاستشارات الاستشارات ان شاء الله هالشهر مرتين بالشهر يعني هذا مجانا وعندنا جروب فيسبوك اسمه ارابيش اصحاب العمل في فيينا للاسئله يعني موجودين وفينا نستعمله <applause> واي واحد بيقدر يدخل على على الجروب على فيسبوك وعندنا كمان آه غير الايفنتات رح يكون في ايفنتات اصغر مو بس كبيره صغيره كمان بس للتواصل يعني كمان هذا في في تسهيل تمام, تمام أكثر وفي برامج مخصصه آه للمساعده آه بس هذا ما فيني احكي لسه هلا هل آه بس في مفاجات خبرونا مفاجات <applause> استاذ فراس سؤالي الأخير هل يؤثر حضوري لورشات العمل أو تقديم الاستشارات بخصوص تأسيس شركة خاصة على حصولي على مساعدات الحد الأدنى للمعيشة بشكل سلبي في مكتب العمل؟ شكرا هي نقطة مهمة الجواب هو لأ يعني انا اذا زرت ورشه عمل او استخدمت الكوتشنج من وكاله الاقتصاد او اخذت استشارات هذا ما له اي تاثير على مين دا وما له اي تاثير على الاي ام اس التاثير بيصير لما انا باسس الشغل لما باسس الشغل ببلش فيه تمام تنقطع كل المساعدات طمع. ومو فورا كمان حسب ما واحد بيتواصل مع الاي ام اس او مع السوشيال ضمن طبعا ضمن خطه بحيث كمان انه ياسس آه صح ان شاء الله تمام تمام استاذ فراس كلمتك الاخيره آه انا بتمنى انه آه نساعد آه الكل اللي بيهمه هالموضوع لياسس بطريقه جيده وصحيحه آه ليقدر آه يستقيل ماديًا ولينجح بمشروع الخاص اللي بهمه وكمان على الأحصال من ضمن هاي المشروع مشاريع الخاصة الأحصال على الجنسية مثلاً الحصول على الجنسية. هذا لأن إذا أنا قدرت أقنع المجتمع اللي أنا عايش فيه من. عرضي ومن خدماتي كشغل خاص انا رح انجح واذا بحضر حالي وعرفان القوانين وعم بشتغل باطار وكل شيء ظابط وكاتب خطه عمل ودارس السوق ودارس الاسعار والمنافسه وعندي شيء مميز انا رح انجح اكيد انا رح انجح هذا اللي بيهمني وهذا الهدف اللي انا حابب اشتغل فيه اساس في راس سؤال خاص خارج الموضوع لغتك العربية ثقيلة شوي هل هذا السبب ان ما بتحكوا عربي في البيت او لانك انت مغترب فترات طويلة بعيد عن العرب او بعيد عن اللغة العربية السبب هو بكل صراحة نحن بالبيت كنا دائما وهي شغلة حلوة وبشكر اهلي لهالشغلة لان نقطة كتير مهمة كان في صلة باللغه وبالمجتمع السوري كمان لان كنا نسافر كل سفية عشان <applause> آه كاولاد وضمن المدرسه آه وهي آه كثير مهمه وبشجع فيها آه كنت كنا بالبيت آه كان بابا آه لغته الالمانيه قويه فكنا نحكي الماني معه ومع آه آه الام كنا نحكي العربي وهي كمان آه مدرسه عربي بس انا امتى تقلت اللغه هي مو ك ك بفتره اللي كنت عايشه مع مع اهلي هي بعدين لان انا بعدين تعلمت عده لغات يعني انا اليوم بحكي خمس لغات فهاد اثر وعشت 12 سنه برا اللغات كلها تمام بس هي على فكره من جديد متحسنه متحسنه لان انا عم بشتغل بهذا المجال مع المواطنين الجديد <applause> جداد فمنيح انه عم تسمعني هلا مو قبل ثلاث سنين الله يعطيك العافيه وشكرا كثير كثير لحضورك وللمعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها ان شاء الله تكون آآ 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 تنال اللي بدك اياه اكيد راح اضطر اودعك اني وقت الحلقه خلص تمام تمام ان شاء الله بنشوفك في حلقات قادمه ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا وهيك أصدقائي بتكون انتهت حلقتنا لهاليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا منا من الأساس الأستاذ فراس على هالمعلومات القيمة اللي أعطانا إياها بنشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة وأنا مني سلام عليكم